على البال كل التفاصيل، على البال واحلى التفاصيل، على البال والحل والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل، على البال على البال. أعزائي المشاهدين حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم على البال، وكما عودناكم دائما في استضافة نجوم الشعر والإعلام والإنشاد، ضيفنا اليوم شاعر مميز خاض الشعر في كافة مجالاته، في الشعر النظمي والمحاورة والعرضة، واليوم له آراءه المختلفة حيال ذلك. رحبوا معي بالشاعر عبد الله بن شتوي الأكلبي، حياك الله أبو متعب. الله يحييكم ويبارك فيكم، وشرفتونا وأكرمتونا بجيتكم، ولا هي غريبة على المرقاب ولا عليكم. الله يحييك أبو متعب. برنامجنا هو على البال، وأنت دائما على البال. عبد الله الأكلبي وينه اليوم؟ والله عبد الله الأكلبي موجود، جاز الشعراء الموجودين في الساحة. أنا أتكلم عن وجودك الإعلامي وحضورك. عبد الله اليوم يعني كانت له بدايات قوية، بدأ في العرضة، في المحاورة، استقر بك الحال اليوم إلى شعر النظم. ودنا تكلمنا عن الرحلة الطويلة هذه وعن بداية تجاربك في شعر النظم والمحاورة والعرضة. والله شوف، بالنسبة للبدايات ووجودي الآن، أنا موجود الآن والإعلام موجود، ونحمد الله ونشكره. الآن ما عاد في اليوم أحد مختفي ابدا، اللي عنده شيء جيد يصل سواء عن طريق اعلام او عن طريق المجالس. اما بالنسبه للماضي فطبعا احنا شعار جيل سابق وما كان فيه اعلام زي الوقت الحالي، وكان يصل اللي عنده شيء جميل وعنده ابداعات شعريه يصل وموجود. متى وصل عبد الله للاعلام؟ والله شوف عبد الله، يمكن وصل السنين الأخيرة للإعلام، لأني أنا من الناس اللي ما يحرص على الإعلام. يعني شوف، إذا عندك شيء ثقة تامة أنه يصل إلى الإعلام ويصل للمتذوقين ويصل للجميع، لأن عندك الشعار البارزين اللي الآن موجودين وصلوا للناس قبل تجينا القنوات وقبل تجينا الجرائد، وقبل يعني معروفين موجودين ولا زال شعرهم متناقل الركبان. من عنده شيء يصل مهما كان. يعني أنت تقول أنك تأخرت في الوصول للإعلام ممكن، ولا أنا الآن أتهرب من الإعلام؟ جميل صراحة. طيب عبد الله الأكلبي ابن البادية، اللي نشوف البادية لها تأثير دائما في قصائد، يمكن أنت الآن من الشعراء القلائل اللي لازالوا يعني يطرقون هالمجال اللي يتكلم عن حياة البادية وعن رحلة البادية وحياة القنص وحياة، هل هذا يعني نقول أنه مشي على الطريقة التقليدية، أو فعلا أنه حياة البادية لا زالت مؤثرة في حياة عبد الله الأكلبي؟ شوف، أنا أعتقد أن البادية هي تصقل الشخص، بالعكس يتعلم منها الأصالة، يتعلم منها الأدب، يتعلم منها حب الآخرين، يتعلم منها التواضع، يتعلم منها الصبر، يتعلم منها الشجاعة. يتعلم، أنا عشت في بداوة يعني جيل كان ما عندنا تلفزيون، يعني كنت بدوي، يعني خلنا نكون واضحين، كنت بدوي ورعى الإبل ورعى الغنم، وكنا نشد على يعني على الجمال وعلى ماضي حقيقي ما في غبار. صحيح صحيح، عرفت يعني يوم مات الملك فيصل الله يرحمه ومات المسلمين عمري 9 سنوات، يسرحوني في البل، يسرحوني في الغنم وأقوم بالواجب. الآن يمكن جيل الحالي عمره 20 لو تسرحه ولا ترسله في موضوع تلقاك تتابع وراه. صحيح، وكنا نشد، وكنا يعني حتى من مسافة إلى مسافة يعني يوصفوا لك، يقول شوف الجبل الفلاني حطها على حجاج كليمان، عند يجيك الشعب الفلاني أوده هو الفلاني اظهر معه، وأنا تلقانا يوصفوا لك وأنت طفل. توصلهم توصلهم لأن خلاص أنت تستوعب الرسالة اللي وجهوها لك في ذاك الوقت. طيب متى بديت تكتب الشعر؟ والله شوف، أنا يمكن عمري
14 ولكن ما كان أحد يعطيك وجه يعني في ذاك الوقت يعني زي ما تقول. وهو صحيح ما يظهر إلا الشيء الجيد يعني ما كان يعطون صغار السن أو ما كان يعطون الشعر اهتمام أو كان لا ما يقتنعوا في الشعر يعني أنت شاب مبتدي وكذا وممكن أنهم بعد لهم هدف أنهم يخافون عليك أو شيء ولكن ما ظنيت أنهم يعني خوف لكن أنهم ما يقتنعون لأن ذائقتهم صعبة وشيمهم صعبة يعني ينتقدون بعض الألفاظ ينتقدون بعض الأشياء يعني تلقى عندهم نظرة غير نظرتنا احنا الوقت الحالي يعني احنا الآن ممكن تستوعب من أطرف واحد حتى كبير الكلمة تلقاها ما هي بذاك الوزن الثقيل أو شيء تلقاها عادية وتلقاها يستوعبها لكن هناك شيء جيد ولا ريح خليك في الزاوية. أول قصيدة قدمت عبد الله الجمهور أو للناس أنها شاعر والله يعني قصيدة تعتقد أنها فعلا هي اللي بداية مجالك الشعر. أنا بدوي هذه قصيدة أنا بدوي جميل ودنا نسمع حاجة المدام وانتشر كتبها الإعلامي بكر بن هذال في جريدة الرياض يمكن قبل 25 سنة تقريبا أو في هذا الوقت. يقول أنا بدوي وملع بشبة النار اللي حلقوا جنبي الشيوخ الرجالي مختارهم قدوهم من أخيار الأخيار ولا فيهم اللي جاب هرج نهزالي هروجهم طيب وتجاريب وأشعار ومجربين كل مر وحالي وأفرح اليوم شفت الهزول خطار والنار مشبوبة ونجر نلالي والبن في المحماس يقلبه بيطار ويحرك ما بين جمر وصالي وهل الحبش مع زعفران ومسمار يفوح ريحه بين صفر الدلالي هذا تراث أجدادنا نسل الأحرار وبيت الشعر مبني وشداد وزوالي وصوت الرحى والبر صوته اليندار والقربة مدبوغة وماها زلالي الآن يتعيبونها صحيح صوت الرحى كان من أول يطحنون على الرحى ما يتعيبون أي شيء يعني كانت الحياة بسيطة جدا. صوت الرحى والبر صوته اليندار والقربة مدبوغة وماها زلالي بداوة الأجداد وفي الأشبار والحمل ينقل في ظهور الجمالي وأنا بدوي ومولع بمشي الأقفار ورعى الإبل في روض ممطر وخالي وقدر الطيب وحافظ على الجار وزلت رفيقي نقطة في شمالي وإن جيت في المجلس فلاني بثرثار ولا استمع في هرج قيل وقالي بويا هم عودني على خير الأذكار ولا أقول أنا كامل لله الكمالي وختامها صلوا على خير الأبرار شفيعنا يوم الحشر والسوالي. الله الله صح لسانك وبيض الله وجهك. أبو متعب يعني في كل شاعر في بداياته يتأثر بشاعر معين أو يسمع شاعر معين فأبرز الناس يتأثر فيهم عبد الله والله يا كثرهم ويمكن بعضهم اللي خلاني أتأخر لهالوقت صراحة يعني من الشعراء المعروفين من الشعراء المعروفين وشعراء طبعا كل الشعراء معروفين لكن فيه موجود لحد الآن ومنهم من رحل ومنهم لكن صراحة أن لو تابعناهم يعني الرجال اللي عنده ذائقة وعنده شعر يعاف شعره معهم وصلهم الإعلام وصلوا للناس يعني أسماء معروفة أكيد. سعد بن جدلان يعني أكيد سعد بن جدلان عندك عبد الله بن عون عندك غازي بن عون عندك عمالقة شعر لا زالوا موجودين يعني ممكن لو استمرنا في إحصائهم لكن ثقة تامة أن الشيء الجيد أن كل واحد عنده ذائقة طيبة أنه يتمنى أن اللي عند الشعر هذا نهله صراحة. طيب أنت شاعر تقليدي؟ والله كل شاعر تعتبر نفسك شاعر تقليدي؟ نعم أنا أبذل الجهد على ذائقتي والشيء اللي أهم شيء أنه يصل للجميع ويكون خالي من الشوائب ويكون في حدود الأدب الواقعي يعني بعض الناس يمكن يتكلف في الموضوع أو يتكلف شيء بالعكس لا لازم يكون طرحك واقعي وهادف ويكون أول شيء مراقبة الله قبل كل شيء. جميل لكن هل تشوف أنه الشعر التقليدي والتقليدية هو البدايات القصيدة التقليدية يعني راكب اللي لا زالت اليوم لها جمهورها يعني أو أن الشعر يغرد خارج السرب؟ والله شف اللي يجيد الوصف الشاعر اللي يجيد الوصف ثقة تامة وصفه أنه مقبول سواء أنه يراكب اللي ولا على طرقه اللي يبي أهم شيء أنه يوصل الفكرة اللي عنده بشيء
يعجب الطرح يعجب المستمع ويعجب المتلقي سواء تقليدي. وبعدين انا اشوف ان التصنع او التكلف اللي ما يجيده الرجل او ما يجيده الشاعر او انه يكون عكس سلبي عليك الشاعر انك لا تحط نفسك في موقع مو لك. لكن بس الجمهور يعني يبغى شيء جديد يعني يبغى الشاعر يواكب الاحداث يواكب طيب ولا الشاعر لا الشاعر وش يقوله هو اصلا الشاعر مواكب الاحداث ولكن يجيبها بلهجته او بيئته المقبوله اللي ما يلحق فيها لان بعض التكلف او بعض التصنع او بعض الاشياء اللي يطرحها الشاعر ممكن تكون سيئه له او تكون سلبيه له او انها يكون فيه هفوه له ما يتوقعها. جميل. بس في بيت ابن جدلان يقول لا رضيت بواقعيك صح كل عنك راضي. انت ارضى بواقعيك وبشعرك يكون الناس عنك راضيين. اما انك تسوي شيء من عندك غير طبيعي تصنع وتحاول تقولني ابغى اشد الجمهور او المتذوق او المستمع ما طيب فيه ظاهره يعني اختفت اليوم يمكن انك عايشتها اللي هي ظاهره المسجلات الشعريه. يعني كانت يعني يمكنها من ابرز الوسائل الانتشار للشاعر. عبد الله صار لك مسجلات شعريه مع شعراء؟ والله واجد كثير ولكن صراحه انا ما اخفيك يمكن انا وكثير من الشعراء الموجودين الان عندنا مشكله الحفظ. الحفظ والسبب وش هو؟ كثرة العزائم، كثرة المناسبات، كثرة الأشغال، كثرة الارتباطات. يعني أنت يعني لو المراسلات اللي بينك وبين الشعراء لو أنك تحفظها يمكن تحتاج لك وقت. ما يحضر شيء منها؟ والله ما يحضرني، لكن فيه شعراء بيني بينهم قصائد يعني صراحة. وأنا من الناس اللي حارب قراية الورق هذه صراحة، ولا فيه رديات بيني بين شعراء كبار وموجودة ولكن والله ما يحضرني منها. وبعضها حفظها انا قصايدي انا لكن ردوده ما حفظه. وهذا يعني اعتبره نقص في الشاعر انك تجيب قصيدتك ولا تجيب قصيده الشاعر اللي احيانا ردود الشاعر اللي قال لك يرد عليك اجزل وابلغ واحسن من قصيده. صحيح. تظلمه مو بصحيح انك تظلمها يعني. نعم فعلا والله. طيب عبد الله انت دخلت مجال العرضه ومجال المحاوره وتوقفت عنها يعني ما ادري لقاف هذا طاري او جاي غصب او ايش قصه توقفك عن ممارسه العرضه والمحاوره؟ اول شيء بالنسبه للعرضه انا بداياتي شاعر عرضه لاني اول انطلاقتي في الشعر في العرضه. جميل. ولكن بحكم ظروف العمل انا عندي عملي هو اللي اجبرني اني ما انقطع من العرضه. فانقطعت من العرضه بسبب ظروف العمل ممكن ما يقارب 22 سنة تقريبا. عن المحاورة وعن العرضة؟ عن المحاورة. المحاورة يمكن يجيها فواصل يعني فرصات ألعب فيها. لكن أنا أتكلم عن العرضة يمكن تقريبا 24 سنة اللي انقطعت من العرضة. وال 24 سنة هذه كنت متواصل في النظم وفي طبعا النظم هو بعدين انا اقول لك ان النظم هو الرسالة اللي تبقى وتوصل لان العرضة والمحاورة مهما بذلت شيء او جبت جديد او انك تعبت على ضايقتك ما يحفظها إن تروح مع الزمن. صحيح. قليل اللي يحفظ منها. يعني انت الحين لو تقول عطني يا فلان بيت مثلا على سبيل المثال المستور ولا الحبيب ولا فلان من الناس من الشعار للمحاورة يمكن ما يجيب لك بيته أو بيتين. صحيح. عرفت؟ لأنها هي وقتية وتروح مع مرور الزمن. لكن القصائد البطية تبقى لك. طيب أبرز الأسماء اللي لعبت معهم محاورة؟ والله لعبت مع حياة بن شايق الله يرحمه يسكنها الجنة، مع حياة فيصل. تذكر شيء من الابيات هذه؟ لا والله ما اذكر. ممكن لو ان السؤال اني متوقع انه بيجيني يمكن نذكر. ولكن انا يعني ممكن لو اجيب بيتي ولا اجيب ردوده هذه ولكن ما اذكر والله شيء من هالوقت الحالي. لكن صراحه من اجمل الشعراء اللي لعبت معهم ولا في مقارنه يعني من ناحيتي انا مع العمالقه اللي الله يرحمهم. ويعني شعار يتعبون الشاعر. وكنت تتابع المحاورة وتستمع لها؟ أكيد المحاورة تتابعها. نعم. أنا لازلت من جمهورها ومن المتابعين للمحاورة.
وهي صراحة موروث ناجح مميز وله جمهوره وله دخله. أنا الدخل هذا ما يحتاج. طيب نقول عبد الله بيرجع المحاورة إن شاء الله قريب. والله يعلنها عن طريق المرقاب إنه مستعد المحاورة. والله شف يا أخوي سالم الله يوفقك ومن يسمع إن شاء الله. المحاورة لو رجعت لها الآن اختلف الفن اللي لنا يا العودة. أنا أعتبرنا يعني هم عودة الحين. عرفت ولا لا؟ لا بس شوف أنت لما تستمر مع جميع الأجيال صحيح تمارس تمارس لكن تأخذ لك فترة وتجي حتى قبول الناس لك. أنا عندي الهواية وعندي القدرة وعندي لكن قبول الناس لك. أنا الحين لو شفت لك واحد كبير سنه يلعب محاورة هذا وين طول المدة يعني صحيح. وإيش اللي خلاك تجيني في آخر الوقت وبعدين يا أما تنزل نزول في المحاورة بانطلاقة من قوة ولا تريح. صحيح. أنا أرى نفسي إن في الموقف ذا ما عندي الظهر. أو لأن المحاورة ما هي بأساسية عندكم يعني في القبيلة يعني. شوف ما هي مسألة أساسية. لا الشعر هو يعني بإمكانك. يعني المشهور عندكم العرضة يعني. طبعاً العرضة عندنا. وأغلب الشعراء العرضة اللي دخلوا المحاورة ما استمروا كثير يعني. يمكن شيخي ممكن. لا فيه شعار كبير إبراهيم الشيخي يمكن إبراهيم الشيخي وفيه كثيرين من اللي استمروا يعني هو فيه شعار لهم تجارب بس قله اللي أنا استمر زي سعد مجدلان بدأ محاور بس ما استمر يعني ما كان ذاك الحضور يعني. أول شيء بعلمك أنا يعني بالنسبة العمود الفقري للمحاورة في نجد عرفت ولا لا ومعروف أهل نجد هم أهل المحاورة نجد والحجاز هو نجد والحجاز طبعا فعلا. أما بالنسبة للجنوب المحاورة صارت يعني في الوقت الحاضر عندنا الآن موجود. ويجدونها شعراء بالذات أكلب يعني هو يعني دفاعا عنهم أو بالعكس أنا أرى ولا أقولها تملق ولا يعني دعاية لقبائل أكلب أو شعراء أكلب إن أي شاعر من شعراء أكلب يدخل المحاورة أنا بالنسبة لي أنا ونظريتي إن أدائه فيها يكون متميز. سبب السبب لأنهم يعني ذائقتهم قريبة من النجد يعني عندهم استيعاب للمحاورة وأسلوبها وأدواتها يعني عنده الفتل والنقد عنده الرد يعني أنا أشوف مع احترامي لبعض الشعار يخاطبه الشاعر برسالة تلقاه يمكن برشانة في الرسالة ذي وش هي يا أما حوله مع طريق ثاني ولا هاجمه مهاجمتنا ما هي هادفة ولا هي منطقية. جميل. طيب وأنا أبحث في قصائد عبد الله الأكلبي يعني وجدت لك موقف من الشعر ومن الشعراء يعني كأنه موقف الناقد تنتقد ما يطرح اليوم من الشعراء. إيش اللي مزعجك في اليوم في الشعر اليوم أحرجت نفسك يا هل الدبكات يعني هذه أحس فيها روح النقد روح النقد. والله شوف الشاعر عنده رسالة الشاعر عنده رسالة وأنت يا الشاعر تتكلم بلسان الجميع لسان المجتمع. جميل. عرفت ولا لا؟ وأنت ما أنت بمصلحة اجتماعي مثلا ولكن الظروف أو المواقف أحيانا تجبرك أنك توصل الرسالة على لسان الجميع. جميل. والرسالة اللي ما تخدم الجميع ما تعتبر رسالة ولكن الرسالات اللي أنت وجدتها أو هذه ما تكلم عن عبد الله الأكلبي بذاته. أنا أتكلم على لسان الجميع برسالة واقعية من وقتنا الحالي ومن إيش يعني إيش ماخذ اللي أنت ماخذها عن اليوم عن الناس خاصة الشعراء. والله شوف أنا ترى احنا مصارحه ما نبي اللي في خاطر قله. لا ما عندي انا بالنسبه لي انا لانه وش لاني بزعلان على احد ولا بيني بين نحمد الله ونشكره ولا بيني بين احد. بس انت يعني في خاطرك كلام عن 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 وضع الشعر او الشعراء او مواضع الشعراء القصائد او والله شوف او يمكن عن المهايطه يعني نقولها في الشعر كل اللي حصله او اللي يسويه هذا يخصه ولا يخص المجتمع. ولكن أنا بالنسبة للقصيدة يعني أحرجت نفسك هذه يمكن لها
موقف يعني زي ما تقول خاص اللي أنت وجدتها في وموقفها فيها واضح يعني من ناحية الطرح اللي أنا طرحته، وهي تعتبر يعني شبه اجتماعية أو أنها اجتماعية بحتة يعني مصلحة. طيب نبي نسمع، تختار لنا قصيدة توصفنا فيها توصفنا فيها الوضع، يعني اللي تشوف القصيدة أنها تعبر عن رأي عبد الله الأكلبي في واقع اليوم. والله شوف أنت تحاول حول موضوع أو شيء أو كذا، ولكن أنا بجيب قصيدة يعني حول يعني المجتمع. يقول بعض السوالف تدبل تسبد وتغث، الله خص اليمن جات من راس واعي، ولا الردي من يمه مقفل البث حتى لو انه في الاذاعه يعاعي. والله حاول بعض السوالف تدبل تسبد وتغث، خص اليمن جات من راس واعي، ولا الردي من يمه مقفل البث حتى لو انه في الاذاعه يعاعي. احاول اجنبه واتركه لانث بعض الهروج الطايشات الوجاعي، اتركه في مثواه واقوم واحث ركائبي لاهل العلاء والرفاعي، مالي ومالس بيت والمحزم الرث هطب رجلي فوق رسلفاعي. الله الله الله، صح لسانك وبيض الله وجهك. ابو متعب الحديث مستمر معك، ولكن بناخذ فاصل قصير. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال لقائنا مع الشاعر الكبير عبد الله الاكلبي. على البال كل التفاصيل، على البال واحلى التفاصيل، على البال والحلم والترحال والنار والهيل والقمره اللي نورت ليل.